فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن المديني، علي بن عبد الله والمديني شيخ الملازم، وهو يقول زميلة ما ترجو منك الدعاء: يا رب احفظها، يا رب ارفع عنها البلاء، اللهم فرج كربها يا رب العالمين. نسأل الله في عليا أن يعجل لها بتفريج الكرب، اللهم آمين. قال عن سفيان علي بن المديني كما قلنا شيخه في العلل أيضا، عن سفيان بن عيينة، وقد قال الإمام الشافعي لابن عيينة ومالك أضاع الحجاز عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباء والقاسم محمد أبي بكر ومن الفقهاء السبعة كان نبيلا جدا وكان أفضل أهل زمانه. يقول: سمعت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك سيبولي لي، قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم ولحلي حين أحل قبل أن يطوف. وقالت وبسطت يديها أنها بيديها كانت تضمخ النبي صلى الله عليه وسلم بالطيب. يعني هذا الحديث حديث عظيم، فيه طبعا القاسم بن محمد بن بكر الصديق وهو من الفقهاء السبعة، وكان كما قالوا من أفضل، بل هو أفضل أهل زمانه. وقائل هذا الكلام هو علي بن المديني، وقيل أيضا عبد الرحمن بن القاسم. فيها جواز التطيب، جواز استخدام الطيب قبل الإحرام، وهذا رفضه جدا عمر بن الخطاب وابن عمر، وقال: أن أطين بالطين أو الزفت والقار خير من أن أطيب على حال إحرام، لأنه يعلم أنه سيستديم معه حالة كونه محرما. فلما قيل لسالم بن عبد الله على الطيب قبل الإحرام قال: فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال يا سنة. قالوا: أبوك كان عن ذلك وجدك كان عن ذلك. قال: أمرنا أن نتبع النبي لا أن نتبع أبي. عائشة رضي الله عنها رضاء قالت: طيبت رسول الله قبل أن يحرم حين أحرم وطيبته حين حل. نعم. وهذا قول النبلاء من العلماء، هذا قول النبلاء من العلماء، قال: أمرنا باتباع النبي لا باتباع أبي. واختلف العلماء فيما أبيح للحاج بعد رمي الجمرة، رمي العقبة، لأن النبي قال: فإذا رميت فقد تحللتم، فرميتم فقد تحللتم، وهذا معنى أنه يتحلل بالرمي. طب أي حل يتحلله بعد الرمي قبل الطواف؟ فلذلك العلماء اختلفوا فيما أبيح للحاج بعد رمي جمرة العقبة قبل الطواف. العلماء من جميع أهل العلم قالوا: يحل له كل شيء سوى النساء. قال: يحل له كل شيء سوى النساء، يعني الطيب نعم، واللباس المخيط نعم، نعم، والصيد نعم، كل شيء. إذا قول الجمهور: يحل كل شيء سوى النساء، يحل كل شيء، الطيب ولبس المخيط والصيد كل شيء سوى النساء. الله، العلماء يرون بأنه برمي الجمرة يحل له كل شيء سوى النساء، يحل له الطيب وأيضا الصيد ولبس المخيط. وروى وجاء عن ابن عباس وابن الزبير وعائشة أنه يحل له كل شيء إلا النساء، وهو قول سالم وطاووس والنخعي، وإليه ذهب أيضا أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. واحتجوا حديث عائشة رضي الله عنه وارضاها في إباحة الطيب لمن رمى الجمرة جمرة العقبة قبل الطواف، وقالوا: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها قالت: طيبت رسول الله حين أحرم وحين حل، ولذلك قالت: لحله حل له كل شيء سوى النساء. وروى عمر وابنه أنه يحل له كل شيء إلا النساء والطيب، وحديث عائشة حج عليهم، ولا حج لأحد قط مع ثبوت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مالك: يحل له كل شيء سوى النساء والصيد.
واستدل على ذلك بقول الله تعالى ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. قال الحل لابد أن يكون الحل كل الحل، لأنه يقول ما دام أنه لم يطف طواف الإفاضة لم يحل كل الحل، لكن حق أنه حل حل. وعائشة سمته حلا، يعني عائشة رضي الله عنها سمت ذلك حلا، فكيف أنتم تردون ما ثبت؟ والسنة حجة على كل أحد كائنا من كان. فهو بالحلق خرج عن كونه محرما، لذلك أبيح له كل شيء إلا 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 النساء. وأما القول بالصيد أيضا في قوله إذا حللتم فاصطادوا، وهو المقصود به الحل كله، نقول أن عائشة رضي الله عنها أرضها هي أعلم الناس بهذا الباب، لأنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما رمى الجمرة، فطيبته لحله، فلو كان الصيد ممنوع منه لبينته رضي الله عنه أرضها. قالت حل له كل شيء سوى النساء. واستدل الجمهور بحديث عائشة رضي الله عنها أرضها إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. وهذا الحديث فيه الحجاج بن أرطاة أعتقد، والحجاج بن أرطاة تعلمون أنه مدلس وأنه ضعيف، لكن يستأنس به في هذا الباب. وبحديث الحسن العرني عن ابن عباس ولم يسمع منه قال إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. وهذا أيضا وإن كان في بعض الانقطاع لكنها تتعاضد هذه الأدلة على التأصيل العام أنه إذا رمى فقد حل، يبقى حل له كل شيء لأنها طيبته رضي الله عنها وارضاه، فيكون قد حل له كل شيء سوى النساء. قال ابن عباس رجل والطيب، فقال أما أنا فقد رأيت رسول الله يضمغ رأسه بالمسك، أفطيب هو؟ وهذا إنكار، يعني يقول شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان المسك على مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم يظهر متطيبا عندما رمى فأحل واستخدم الطيب ثم بعد ذلك أفاض. وعن أبي بكر بن حزم قال دعانا سليمان بن عبد الملك يوم النحر أرسل إلى عمر بن عبد العزيز والقاسم وسالم وخارجة بن زيد وإلى عبد الله بن عبد الله بن عمر وابن شهاب الزهري أمير المؤمنين في الحديث، فسألهم عن الطيب في هذا اليوم قبل الإفاضة، يعني إن رمى يتطيب أم لا؟ فقالوا تطيب يا أمير المؤمنين، يعني تطيب، فإن عائشة بيّنت ذلك، بيّنت أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما رمى وحلق. ولذلك كان لأثر ذلك أنهم اختلفوا في من جامع امرأته رضي الله عنك. كم نسعد جدا بوجود حضرتك، ونسأل الله أن يتم عليك يتم عليكن الشفاء. الحمد لله طول العمر ويحسن العمل، وأن يحسن إليكم وأن يشكر لكم هذا الحرص على العلم رضي الله عنكم جميعا. فمن جامع بعد التحلل الأول، يعني بعد ما رمى الجمرة جامع امرأته، قلنا حل له كل شيء على الرجع الصحيح، حل له كل شيء سوى النكاح. يعني سوى النساء. يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم، أنتم فوق رؤوسنا جميعا. نعم. فقال عمر بن الخطاب علي حج من قابل، وعن الحسن النخعي والزهري مثله قال علي حج من قابل، وقال النخعي والزهري علي الهدي مع حج قابل، وقال ربيعة ومالك يعتمر من التنعيم ويهدي، يعتمر من التنعيم ويهدي، وقال أحمد وإسحاق يعتمر من التنعيم، قال ابن عباس عليه بدنة وحجه تام. والحق أن هذا هو أقرب الأقوال. رضي الله عنك يا عائشة ويهديكم الله ويصلح لكم. لما تأخرت عن الدرس يا عائشة؟ لما تأخرت؟ غفر الله لك، يهديكم الله ويصلح لكم. إذن هنا ابن عباس قال عليه بدنة وليس عليه حج، حجه تام. وهذا القول هو قول أبي حنيفة وقول الشافعي وقول أبي ثور، وهذا الراجح الصحيح. أما ابن عباس فوجاته قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وأما الشافعية والحنفية قالوا بأنه بالرمي تحلل فصار حلالا، وإن كان ممنوعا يكون محظورا عليه النساء، فإنه لا يبطل الحج بذلك لأنه متحلل، لكن لو كان أتى امرأته حراما لقلنا فسد الحج.
لقلنا فسد الحج. هذا هو فعل النبي تشريع. الراوي أعلم بما روى، عائشة أعلم بذلك، الراوي أعلم بما روى. عندما الرواية تكون فيها قصة أو فعل يكون الحفظ فيها أقوى، كما قالت بيدي هاتين طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يهديكم الله وسحب لكم، أحسن الله عليكم وشكر الله لكم. لم أرى ذلك، الحمد لله، رضي الله عنك عائشة، جيد، شكر الله لك وزادك الله حرصا. يا رب يحفظكم جميعا ويهدينا ويهديكم جميعا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تأخرتي وضاع عليك درسان. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.